طيب تعالوا نعيش فرحة أعضاء النادي الأهلي في أهل الجزيرة وزميلتنا مريم سميح. ألف مليون مبروك النجمة العاشرة بتضاف لدولاب بطولات النادي الأهلي. الحقيقة أنه في مقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة الصغير بيكون حريص على الاحتفال قبل الكبير. الحمد لله كل الأعمار السنية موجودة، كله كان حريص أنه يؤازر ويشجع النادي الأهلي للحصول على النجمة العاشرة. ثلاثية نظيفة الحمد لله بيحسمها رجال النادي الأهلي، بطولة جديدة الحمد لله. ببارك لك يا كابتن أيمن، بارك لنفسي وبارك لكل جماهير النادي الأهلي في كل العالم. طبعا ألف مبروك، بقول لك ألف مبروك أصغر مشجع، أنت قلت لي جاي من نيويورك مخصوص زين، تقول إيه النهاردة لكل يعني أبطال النادي الأهلي؟ أنا أهلي. أهلاوي؟ أهلاوي؟ ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي، مبروك لكابتن محمود الخطيب، مبروك لكل الأهلوية. أنا جاي من نيويورك، كنت ناوي أطلع على المغرب بس ما حصلش نصيب، بس الحمد لله عايش أسعد لحظات حياتي في وسط أهلي هنا الجزيرة، وفرحة ملهاش مثيل يعني. ألف 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 مبروك. والمعلم زين ده أصغر أهلاوي في نيويورك بيعشى النادي الأهلي، وألف ألف ألف مبروك. كلمة بيتسو موسيماني يعني البطولة الأفريقية الثانية على التوالي، النجمة التاسعة والعشرة، تقول له إيه؟ بيتسو موسيماني النهاردة كان عبقري الصراحة، وقلب الماتش وقلب الخطة كذا مرة، وكل جمهور الأهلي بيحبه وهو بلده والنادي الأهلي يعني مصر، وطالما النادي الأهلي فرحان يبقى مصر كلها فرحانة. وألف شكر للكابتن محمود الخطيب على قيادته الحكيمة للنادي الأهلي كله، وألف مبروك. أكتر لعيبة النهاردة اللي لفتوا نظرك في المباراة ويستحق إن إحنا نقول عليهم إن هم حاربوا بجد خلال يعني ال 90 دقيقة؟ ده مش جديد على لعيبة النادي الأهلي، لعيبة الأهلي كلهم رجالة، وقدرهم بقى إن هم يحتفلوا النهاردة بس، وبعد كده ألف مبروك للعيبة ولجمهور الأهلي ومجلس الإدارة. قدر لعيبة الأهلي إن هم بيلعبوا في أعظم نادي في الكون، إن هم من بكرة يفكروا في الدوري والسوبر الأفريقي وكأس العالم للأندية، هو ده الأهلي وربنا معاهم، ولعيبة رجالة. وال 11 يا أهلي. قاعدين تقول ايه النهارده لابطال النادي الاهلي؟ الف مبروك طبعا لابطال النادي الاهلي. النهارده النادي الاهلي اثبت للعالم كله ان هو الفريق الافضل في افريقيا، وكلمه بسيطه بس للكابتن محمود الخطيب اللي هو اشتغل في اجواء رياضيه غير اي رئيس نادي تاني للنادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب استحمل اللي ما استحملوش اي رئيس نادي تاني، فشكرا بيبو، الف مبروك يا بيبو، انت تستاهل كل خير يا بيبو، واللي جاي افضل على ايدك يا بيبو ان شاء الله. والف الف مبروك لجمهور النادي الاهلي.